الأهلي في مواجهة ريال مدريد بعد ساعات. سجل يا تاريخ. ساعات وتنطلق مباراة القرن بين الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. شرف كبير أن يلتقي فريق مصري عريق مثل النادي الأهلي فريق ريال مدريد، أعظم فريق في الكون على مر كل العصور، وفي مباراة رسمية. ننتظر الأهلي المشرف الكبير، لا ننظر للنتيجة ولكن ننظر لروح الفانيلا الحمراء اللي كانت فيصل دايما في أصعب المباريات. بنحلم ونتمنى وعارفين إن في الأهلي 11 راجل في الملعب هيشرفونا إن شاء الله. قولوا يا رب.